مساعدة الناس ودعمهم هو هدف مؤسسة حياة كريمة، وده اللي بنشوفه من خلال الأعمال الخيرية المختلفة اللي بتقوم بيها في كل المجالات. مبادرة سبيل هي أحد نماذج الأعمال الخيرية اللي بتقدمها المؤسسة للأسر الأكثر احتياجاً، ومن خلالها تم توزيع مواد غذائية على مرضى مستشفيات كفر الشيخ. احنا وزعنا حوالي 600 وجبة او اكتر من 600 وجبة على مستشفى كفر الشيخ الجامعي، مستشفى الحميات ومستشفى الكلى، للمرضى واهالي المرضى، احساسهم بان احنا دور انساني، بان احنا مش مجرد موجودين اسم بس، احنا موجودين شكلا ومضمونا وموضوعا، واحساسهم بالاهتمام. فعلا الدولة بتخاف على مصلحتهم، فعلا الدولة بتبص ليهم، مش مجرد حاجات بتعمل وخلاص، لا احنا بصين ليهم من المشروعات اللي بتعمل. والنهارده المبادرة كان اساسها كده، اساسها المرضى واهالي المرضى بشكل اساسي بالتوزيعات اللي احنا عملناها. احنا سعداء واحنا قابلنا المرضى واهاليهم، و ما فيش شك طبعا مبادرة حياة كريمة وجهود مؤسسة حياة كريمة كلها جهود مشكورة ومقدرة. تقديم المساعدات بيعكس البعد الإنساني والاجتماعي لدى مؤسسة حياة كريمة، وده ظهر في توزيعهم لأكثر من 600 وجبة غذائية على حوالي 600 مريض في مستشفيات مختلفة. الله يبارك فيهم، ناس محترمين وهم جايين بيوزعوا على المرضى، وناس كويسين وناس تعتبر ملائكة بالنسبة للناس ديت، رفعوا من روحهم كمان. احنا اتبسطنا وفرحنا، اللي الدنيا فيها لسه فيها خير، وربنا يخلي الرئيس واحنا وراه. احنا بنشكر مؤسسة حياة كريمة على جهودها والمجهود اللي قاموا بيه مع المستشفى والمرضى. كل الشكر وكل التقدير للسيادة الرئيس اللي بيسأل عن الناس الغلابة. الفرحة والامتنان والسعادة مالية ملامح المرضى وأهليهم، لأن حياة كريمة وصلت لهدفها الرئيسي من مبادرة سبيل، إنها تكون كتف في كتف مع أهالينا في كافة التخصصات الطبية وفي كل مناحي الحياة.